لما عملنا الإعلان عن الحلقة دي امبارح، كتير من الكومنت والتعليقات قالت كل الرجال بتختار بناء على الشكل، بس ما خدوش بالهم من كلمة فقط. معنى ان كلمة فقط مكتوبة في العنوان، اذا احنا بنتكلم عن الرجال اللي بتقيم وبتختار الأنثى وبتختار كمان ان هي ترتبط بيها او حتى تتزوجها بناء على مقياس واحد بس، وهو مقياس الشكل او الجمال الخارجي. حلوة خلاص، مش مهم اي صفة تانية، ما يعنينيش. في رجال كده في رجال كده، والرجال دي احنا هنتعرف عليهم في حلقة النهاردة، ونتعرف عند الاسباب كمان عند كل واحد فيهم. يلا بينا. اهلا بيكم، برحب بيكم كده سريعا، وبرضه بقول للجديد سريعا يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. وكالعادة اللي ما اشتركش في قناة محمد ابو زيد على اليوتيوب ونفس الاسم على الفيسبوك، يا ريت يشترك ويضغط على الجرس واختاروا كلمة الكل من بعد ضغطكم على الجرس، يعني عشان إشعار الحلقة ما يروحش عليكم، ودوسوا لايك عشان نوصل الحلقة لبقية أصدقائنا. وتوقعوا معانا كل الرجال من ال 12 للمركز الأول، خبرات كتيرة معانا في عيلتنا وذكاء كتير قادرين ومعرفت بيكم. خليني أقول الكلام ده وأنا مستريح ومقتنع بيه، إن أنتوا تقدروا تتوقعوا وأنثى أذكى أو رجل أذكى شوية يقول لنا مين اللي ممكن يكون معانا في المركز الأول في حلقة النهاردة. في المركز ال 12 هو رجل برج الجد الترابي، أقل رجال الأبراج اللي ممكن تعمل حاجة زي كده، وإن كان لكل قاعدة استثناءات، ولكن ده ينطبق على أكثر مواليد رجال برج الجدي الترابي. لا ده يدقق قوي وياخد الجمال عامة كمقياس أولي، كانطباع أولي ليس أكثر. وسنغوص في الشخصية وتفاصيلها ونشوف الطباع ونتعمق فيها ونكتب ونرتب ونقارن ونشوف هل دي تنفع ولا ما تنفع. أقل رجل من الرجال ممكن ينبهر بجمالك ويختارك ويرتبط بك بناء على المقياس ده بس، عكس رجال القمة بكتير اللي هنتعرف عليهم دلوقتي. أعلى منه في المركز ال11 رجل برج الثور، العقل والوزن حاضر والاتزان حاضر، وأيضا دراسة التفاصيل واجبة في اختياره للأنثى. فلسفته إنه مقتنع بيها ومش هيغيرها أبدا مهما كان. اعملي مهما تعملي، كوني أنثى جميلة يحلف الجميع بجمالك. هي حاجة كويسة في البداية، ممكن تلفت انتباهه، بس ما تطمعيش في أكتر من كده. هتلفت انتباهه بعد كده هيبدأ يخش في تفاصيلك ويشوف ويدرس تنفعي ولا ما تنفعيش. نعلى أكتر وندخل في المركز العاشر عشان ننتهي من الرجال الترابية تماما، باصطدامنا برجل برج العذراء صاحب البال الطويل جدا. يحب الجمال يعني إلى حد ما، بس مش مهووس بيه زي رجال القمة. وأيضا من الرجال اللي تتعبك وتاخد وقت طويل قوي في دراسة تفاصيلك والاقتناع بيها. منهم في المركز التاسع أحد الرجال المهووسة بالجمال حرفيا، والرجل ده من الرجال اللي ممكن تستغرب إن هو بيجي في مرتبة اللي هي المرتبة التاسعة، يعني مش أوفر قوي موضوع الجمال عنده، ده المفروض على حسب الترتيب، ولكن يعتبر شرط أساسي عشان يرتبط بالأنثى ويقتنع بيها إن هي تكون جميلة الجسد والوجه، ولكن مش بيبني اختياره الأول والأخير على هذا الشرط أو هذا الطلب فقط. هو دائما يبحث عن امرأة جميلة، ومن ثم ممكن يبدأ بقى ان هو يدرسها، ولكن الجمال هنا يأثر فيه عشان طبيعته المائية اكتر بكتير من الرجال اللي سبقته، الرجال الترابية تحديدا. تجد رجل برج العقرب، وانا هوضح لكم اكتر، يحب الانثى الجميلة واللي شخصيتها كويسة، بينما الرجال اللي سبقته الرجال الترابية تحديدا ممكن تكون الأنثى مش جميلة قوي، متوسطة الجمال، جمالها عادي، بس لو اقتنعوا بشخصيتها أمين وعلى البركة زي ما احنا بنقوله، وعادي وحلو قوي بالنسبة لهم وما يشغلهمش حاجة تانية، عكس رجل العقرب عايزها حلوة مع شخصية حلوة، طماع هو شوية. في المركز الثامن نعل أكتر ونخش في الجد أكتر، ونلتقي ونصطدم بأول رجل هوائي، رجل برج الميزان الهوائي. سياسته في حلقة النهاردة بالكربون تتفق مع رجل العقرب في نظرته واختياره للأنثى. عايز جمال مع شخصية، مش زي رجال الأبراج الترابية، عايزك حلوة جميلة وفي نفس الوقت شخصيتك كويسة. طب انت شخصيتك كويسة بس يعني عادية الجمال اللي هو العادي؟ لا،
نستنى شوية لما ندور ونلاقي طلبنا أعلى منه، نخش في الجد أكتر وفي منطقة وسطى أكتر لما نلتقي ببرجي، رجل برج الحمل الناري. هنبدأ بقى نخش في الجد، ومش عايزين نقول إن رجل برج الحمل مهووس بالجمال، هو حرفيا مهووس بالجمال، لازم نكون منصفين. هل يتفق رجل برج الحمل في سياسته في حلقة النهاردة مع رجل برج الميزان ورجل برج العقرب؟ هو يتفق معاهم، بس في نقطة عايزين نوضحها. رجل برج الحمل لو لقى الأنثى اللي قدامه جميلة، جميلة بما تعنيه الكلمة، ممكن يتغاضى متعمدا، أو يعمل نفسه ما هو شايف عن بعض السلبيات اللي ممكن تكون كبيرة في شخصيتها، وهنا يمشي بمبدأ جمالها يشفع لها. يعني رجل برج الحمل وإن كان هو من الرجال التي لا تعترف أبدا حتى بينها وبين نفسها بالنقطة دي، يكابر يقول لك لا مش الجمال اللي خلاني اختارها، بس صراحة يعني الجمال بيكون ليه دور كبير. اه لو لقاها حلوة وعجبه جمالها يتغاضى عن صفات ممكن يكون كمان صعبة على شخصيته التعايش معها، زي العند، زي ان هي صوتها عالي، زي ان هي مبتعرفش تهتم اوي. ممكن رجل برج الحمل لو هي جميلة اوي يقول لك جمالها يشفع لها. نخش في الجد أكتر وأكتر 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 لما نوصل للمركز السادس ونلتقي برجل مائي آخر، هو رجل برج السرطان. رجل برج السرطان احنا بدأنا بقى ندخل في موضوع حلقتنا يعني أكتر وأكتر. آه الجمال يخطفه، يسحره، يأسره، بس برضه بيدق وبيدخل في الشخصية وبيتعمق، بس الجمال بيعمل ضغط عليه. يعني الأنثى لما تكون جميلة وتتعامل مع رجل برج السرطان حتى لو شخصيتها يعني ما فيهاش تقريبا أي صفة إيجابية بيبقى متعلق بيها أوي، ممكن يصل إلى حد الإدمان وما يبقاش عارف يستغنى عنها. من عشاق الجمال عامة من الرجال في الأنثى، أعلى منه في المركز الخامس ننتهي من الطبيعة المائية أو من الرجال المائية تماما حينما نلتقي برجل برج الحوت الماء. يميل بقى لرجال القمة، ينطبق عليه كثير من موضوع حلقتنا. آه رجل برج الحوت ده ممكن في أحيان كتير يقيم تقييم أولي وآخري بناء على مقياس واحد، وهو مقياس الشكل الخارجي، وعلشان كده ممكن يصدم ويخدع ويتنازل عن كثير من الأشياء بسبب تعلقه وهوسه الشديد بجمال الأنثى إن كانت فعلا من الإناث اللي هي زي ما احنا بنقول جميل. أعلى منه في المركز الرابع وندخل في الجد أكتر وأكتر، ومن أول المركز الرابع يعتبر احنا دخلنا في الرجال اللي حرفيا ينطبق عليها الكلام ده، اللي ممكن تختار عشان الجمال ولا شيء آخر غير الجمال. ولكن سريعا لازم انبه واحذر، ملناش اي صفحة على الفيسبوك رجاء غير محمد ابو زيد، اي صفحة تانية نصابة يا ريت تعملوا ابلاغ عنها وتلغوا الاشتراك في صفحات النصابين دول. رجل برج القوس اللي بيجي معانا في المركز الرابع هو من الرجال اللي ممكن تعمل كده، يهوس بالجمال، يبحث دائما عن الجمال في الانثى، وخلاص بقى عارف اللي هو الرجل اللي ممكن لما يلاقي انثى جميلة زي ما هو عايز خلاص يقولك انا حبيتها. من الرجال اللي ممكن تحب من اول نظرة او توهم نفسها ان هي بتحب، بس ده طبعا ما بيكونش حقيقي، يختار بناء على مقياس الجمال فقط، ويشبع بقى مشاكل بعد كده مع رجل برج القوس، لان الجمال ساعة ما انت بتتعود عليك رجل او امرأة بيبقى عادي، عادي جدا بالنسبة لك. اسأل مجرب الناس اللي جربت حاجة زي كده، واكيد ما اكثرهم اللي بيتفرجوا عليها دلوقتي يقدروا كمان يأكدوا على كلامنا ويكتبولنا في التعليقات. انا عامة بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. اعلى اكتر واكتر ونوصل لرجل مهووس بالجمال اكتر واكتر وسريع التقييم اكتر واكتر وباحث دائم عن الاناقة اكثر واكثر ويغفل باقي الاشياء اكثر واكثر. احنا دلوقتي هنلتقي برجل برج الدلو الهوائي اللي بيجي معانا في المركز الثالث، احد الرجال اللي ممكن تنسى، تتناسى، تتغاضى، تغفل اي صفة تانية اذا اعجب بجمال المرأة، ومن الرجال اللي هي ممكن تقع تحت وهم ان الجمال كفيل ان يخليني اشوف اي عيب تاني سهل التعايش معاه. انا هقدر، انا شخصيتي تقدر ان هي تتعامل مع عيوبها دي، مادام جميلة انا هحبها. ايوه انا بحب الجمال، انا بعشق الجمال، وده اللي يهمني في الانثى
عامة. طب هي لو شخصيتها ممتازة بس مش جميلة مش هعرف احبها. فلسفته مقتنع بيها، وان كان هو من الرجال اللي ما تحبش الارتباط عامة، بس اذا فكر ان هو يرتبط هو ده الجانب اللي هيفتش وهيبحث عنه. وفيه المركز الثاني اقوى واشد واصعب، رجل برج الاسد الناري، عشان هو بيحب التباهي قوي وبيحب المنظرة والتفاخر بما يمتلكه. يريد أميرة حسناء، يريد أميرة جميلة. أضف على ذلك إن هو من الرجال اللي ممكن تخدع قوي بالمظاهر، تخدع جدا بالمظاهر، شكلها حلو أنيقة، بتعرف تلبس ستايل، أنا مش عايز أكتر من كده. فلسفة رجل برج الأسد يحب الأنثى اللي كده، ويغفل كثير من الجوانب الأخرى، بل ممكن كل الجوانب الأخرى. طبعا أنا بقول إن لكل قاعدة في الدنيا استثناءات، ولكن دايما بنقول الكلام ده بينطبق على أغلب الرجال من مواليد البرج اللي بنتكلم عنه. بينما متصدر رجال الأبراج في حلقة النهاردة مهووس الجمال الأول وسريع التقييم الأول في حاجة زي كده، ومن الرجال التي تخدع أيضا رغم ذكائها الشديد بالمظاهر، هو رجل برج الجوزاء الهوائي. مش عيب اطلاقا ان الرجل يكون بيبحث عن الجمال في الانثى، بس العيب الكبير لما يكون هو ده المقياس الاول والاخير بالنسبه لك، اللي انت بتختار عليه الانثى او بتختار عليه شريكه حياتك. وده حرفيا اللي بيقع فيه رجل برج الجوزاء ورجال القمه بشكل عام في حلقه النهارده. رجل برج الجوزاء اكتر الرجال تضاد كبير مع رجل برج الجدي اللي بيجي في المركز الـ12، اكتر الرجال هو رجل برج الجوزاء اللي ممكن يختار الأنثى بناء على جمال. ولذلك هنا النصيحة موجهة قوية وفي مكانها زي ما احنا بنقول، يعني للأنثى، أي أنثى بتتعامل مع رجال القمة دي هما بيفرق معاهم الشكل أوي، بيفرق معاهم الأنوثة والجمال أوي. كل ما لعبت على النقطة دي أقسم لك كل ما لعبت على نقاط ضعفهم في شخصيتهم في طباعهم، مفطورين على عدم مقاومة الجمال. دي النصيحة اللي انت ممكن كمان تطلعي بيها من حلقة النهاردة. اكتبوا لي اراءكم، انا بقرا كل تعليقاتكم وبحب ان انا اشارككم واتعرف كمان عليكم من خلالها، وبشكركم جدا على حبكم وتفاعلكم الدائم والغير منقطع. ان شاء الله موعدنا بكرة هنعمل حلقتين، هنكمل سلسلة رجال الابراج، عندنا رجل برج الجوزاء. عارف ان انا اتأخرت في يعني تنزيل الحلقة الخاصة بي، وهنعلن كمان عن حلقة هنعلن عنها في المنتدى كمان ساعة تقريبا، حلقة بكرة اللي هي الحلقة الأساسية. يا ريت اللي نسي يدعم الحلقة بلايك يدعمها، وتابعوني كمان على الانستجرام وصفحتنا على الفيسبوك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. الرابط دي كلها أنا مثبتها في أول تعليق ووصف الفيديو. وهتوحشوني ومع السلامة، تصبحوا على خير.